محمد سيد امين عبد السلام. حاضر حاضر معلم محمد سيد. ايوه معاك محامي محمد، ولا هيبقى معاك محامي؟ يعني انت تجيب لك حد من السادة المحامين يدافع عنك؟ المدعي بحق المحكوم المدعي بحق المدعي بحق المدعي اثبت حضور المدعي بحق المدني عصام علي. مين المدعي بحق المدني؟ والد المجني علي. والد المجني علي. حاضر علم التوكيل طبعا. تقويض عن المقاطعه الثانيه في المنطقه الفلانيه. لا انت حاضر عن المفوضيه ولا ولا عن المجني؟ حاضر مع المجني عليه ورثه المجني عليها تمام، والتقويض عن المقاطعه الثانيه في المنطقه الفلانيه لاجلين هم لاجلين. بتاعه مناريع بمبلغ كم؟ مليون واحد جنيه. مليون واحد واربعين الف. مؤقت ولا نهائي؟ طيب مين اللي عليه الدور؟ الاستاذ سلام. سلام حبيب مش موجود في القاعه علينا. مين تاني عليه الدور؟ استاذ عطيه. مفيش حد يعجبني في القاعه جميعا. طب ينفع كده؟ ده ينفع كده؟ سلام العطية. فين الأستاذ سلام؟ سلام عليكم محمد فريد. سلام عليكم. عطية محمد كريم. قررت المحكمة ندب الأستاذ عطية محمد فريد المحامي للدفاع عن المتهم. الأستاذ عطية دفاعك يا محمد موافق؟ المحكمة قالت الأستاذ عطية عندنا إقرار؟ مفيش إقرار. النيابة؟ أمر الحال. تتهم النيابة العامة محمد سيد أمين عبد السلام لأنه في يوم 19 من شهر أبريل من العام الحالي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر تاب خطف المجني عليها الطفلة جانيت جمعة قدرس بطريق الإكراه بأن انتزعها من بيئتها والمحيطين بها قاصدا من ذلك لإقصائها عن أعين ذويها، وقد اقترنت تلك الكناية بكناية حق عرض المجني عليها بأن أرقدها على وجهها وجسم فوقها واستنفرها عمى قاصدا من ذلك حق عرضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وقد تقدمت تلك الكناية على كناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليها الطفلة جانيت كومعة بطرس عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، لأنه عن ارتكابه الجريمة موضوع الاتهام الأول ولردع استغاثتها ببكائها إثر ما ارتكبه كمم فاه وكتم أنفاسها حتى تيقن وفاتها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق ربطها على النحو المبين بالتحقيقات.
لا بينفع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين الأجلاء، النيابة العامة، هيئة المحكمة الموقرة، حائز شرف الحضور بين يدي عدالتكم، ممثلا عن المجني عليه، والد ووالدة الصغيرة المحظورة، يطلب من عدالة المحكمة أنه ولئن كان هناك في القانون حكم يزيد على الإعدام فإنني أطالب به تحقيقا للعدالة في هذه النعمة. وأفتتح حديثي قائلا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا سيد الرئيس، إن وصفته بأنه ذئب البشري أخشى أن أمدح الذئاب، وإن وصفت أن قلبه من نار فقد سمعت قول الله سبحانه وتعالى يقول: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإن وصفت أن قلبه من حجر فقد قرأت قوله سبحانه وتعالى: فانبجست منه 12 عينا. وإن وصفته أنه الشيطان ذاته فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لم أجد وصفا لهذا المثل إطلاقا، لا في الشرائع السماوية ولا في الدنيوية. يا سيد الرئيس، جريمة نقراء وفعلة شيطانية بشعة يكاد أن تقطر شروطها بين يدي عدلكم دما. وما أنقله إليكم اليوم ليس دفاعا ولا حديثا عن الدعوة المدنية، وإنما هي آلام تعتصر أما وأبا. شاهدا ابنتيهما ذات العشرة أشهر رضيعة عارية في الشارع على يد هذا المسجد. يا سيد الرئيس، لو كان في القانون حكم غير الإعدام لطالبت به، ولو لم نكن في دولة قانون لطلبت من المحكمة أن يسلخ جلده عن جسده حيا ليتجرع مرارة الألم قطرة قطرة على ما ارتكبت يداه من فعل لم أسمع به. هو القانون بعد إذنك يعاقب ولا يعذب. صحيح يا فندم. احنا ما بنعذبش متهم. صحيح يا فندم. ويعاقب المتهم لكن تعذيبه هذا صحيح يا سيد الرئيس. ولا يبقى ايه الفرق يعني؟ اعلم هذا تماما، اعلم ان القانون يعاقب على الفعل ولا يرغب الفاعل. ولكن يا سيد الرئيس انقل لك من قلبي الى قلبك وقلب المحكمه تلك الالام التي اعتصرت تلك الاسره واعتصرتني شخصيا عندما تلقيت الاتصال. لم اكن اصدق ولا اصدق عندما تلقيت الاتصال مبلغا بانها طفله ذات عمر 10 اشهر. يا سيد الرئيس، كان كل امل امها عندما نطقت امام وسائل الاعلام المختلفه ان فقط كانت تطلب منه ان يواري سوءتها وان يتركها مغطاه وليست عاريه. لم تطلب منه ان يتركها حيه. يا سيد الرئيس، والله الذي لا اله الا هو، كانت هذه كلماتها عندما نطقت للاعلام المصري.
آلام تبكي الحجر يا سيد الرئيس، تهتز لها السماوات السبع والأرضين السبع. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز أنه سمع قول زوجة تجادل نبي الله في زوجها، فماذا كان يسمع سبحانه وتعالى في أنين تلك الطفلة على تلك الاعترافات التي قالها بلسانه في تحقيقات النيابة العامة؟ ولا أجادل يا سيد الرئيس في ثبوت أركان الدعوة المدنية من خطر وضرر وعلاقة سببية، أخذا باعتراف المتهم في التحقيقات، وأخذا بما شهد به على نفسه، وأخذا بما شهدت به تحريات المباحث، وأخذا أخيرا بما ورد في تقرير الطب الشرعي. وأخيرا يا سيد الرئيس حتى لا أطيل في هذا المقام، فإنني كدفاعنا المجني عليه المدعين بالحق المدني في هذه الدعوة أطلب من المحكمة تحقيق القصاص إعمالا لقول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وعلى هذا فإن القاضي يتمسك بطلب إعدام المتهم شنقا عملا بمواد الاتهام انضماما إلى النيابة العامة. وأشكر لعدالة المحكمة سعة صدرها وحسن استماعها. شكرا لسعة الله. سعة المتهم دفاع المتهم طلب أجلا للاطلاع. والاستعداد للمرض. تسعة خمسة للإطلاع والاستعداد. فطلب دفاع المتهم مع استمرار حبس المتهم بتلك الجلسة. شكرا لك. 9:05 للإطلاع والاستعداد. شكرا لك.